بالخير والمحبة، نطل عليكم مشاهدينا بحلقة جديدة من تايم أوت على قناة رؤيا الأردنية. والبداية مع الأخبار المحلية، حيث انطلقت يوم أمس فعاليات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم للموسم الجديد بإقامة 3 لقاءات، وجمعت المباراة الأولى حامل لقب فريق الوحدات بفريق كفر سوم، حيث دشن الوحدات حملة الدفاع عن لقبه بفوز ساحق وبخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وفي المباراة الثانية واصل المنشية عروضه القوية انطلاقا من الموسم الماضي، حيث هزم نظيره ذات راس ب4 أهداف لهدف واحد. وفي اللقاء الأخير تمكن البقعة من تحقيق المطلوب في مباراته مع العربي بالفوز بهدف نظيف. هذا وتستكمل اليوم لقاءات المرحلة الأولى لفرق المجموعة الثانية بلقاء الفيصلي مع اليرموك على ملعب البترا، فيما يواجه شباب الأردن فريق الجزيرة على استاد عمان. وفي اللقاء الثالث سيواجه فريق الرمثة الوافد الجديد فريق الجليل. باشر المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته المكثفة في المعسكر التدريبي الذي انطلق أمس ويستمر حتى 9 من الشهر الحالي في مدينة اسطنبول التركية، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث سيلاقي المنتخب الفائز من مواجهتي نيبال وتيمور الشرقية أواخر الشهر الحالي. واشتملت التدريبات على جرعتين تدريبيتين، ففي الفترة الصباحية كان التركيز على تمارين فك العضلات والتخلص من أثار السفر، فيما اشتملت الوجبة التدريبية المسائية التي قادها الجهاز الفني بقيادة الكابتن عدنان حمد، واشتملت على ألعاب الكرات والتمارين التكتيكية لزيادة عنصر الانسجام بين اللاعبين، خاصة بين عناصر الخبرة والشباب، وذلك لوضع اللمسات الأولى على التشكيلة التي ستخوض المباراتين الوديتين. حفلت بطولة المملكة للتايبوكسينج للشباب والرجال والتي انطلقت أمس بالإثارة والتشويق، حيث فرضت الأسماء الجديدة حضورها في اليوم الأول للحدث، وكانت الجماهير الحاضرة قد استمتعت بالأداء المثير لنجوم اللعبة الذين قدموا مستويات قوية. وينتظر أن تختتم اليوم اللقاءات النهائية والتي سوف يصار بعدها إلى تتويج الفائزين الأوائل لكافة الأوزان المشاركة في البطولة. انطلقت يوم أمس منافسات الجولة الأولى لدوري أندية الدرجتين الأولى والثانية بلعبة الشطرنج بقاعة الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، وعقد أمس الاجتماع الفني برئاسة المهندس أسامة ربيع مدير البطولتين، حيث تم شرح التعليمات الفنية وسحب القرعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة. ويشارك في دوري الدرجة الثانية 4 أندية، بينما يشارك في دوري الدرجة الثالثة 10 أندية. هذا وتقام اليوم الجولة الثانية للدرجة الثانية عند 5 مساء، في حين انطلقت قبل قليل الجولتان الثانية والثالثة في الدرجة الثالثة على أن تستأنف البطولة يوم الجمعة المقبل بإقامة الجولتين 4 والـ5. مشاهدينا، ومع نهاية أخبار تايم أوت يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/رؤيا سبورتس، ومراسلتنا على ميل برنامج سبورتس@رؤيا.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.